السلام عليكم يا ماما. وعليكم السلام يا اختي، عملت ايه في الدرس النهارده؟ طمنيني. الحمد لله يا ماما كويسه. الحمد لله كويسه. هو انا بسالك عن صحتك يا اختي؟ انا بقول لك عملت ايه في الدرس؟ هو مش انت قلتي لي ان المدرس عامل لكم امتحان النهارده؟ عادي يعني يا ماما، امتحان زي اي امتحان، هو امتحانات اخر السنه يعني. وعشان اريحك وبكل فخر، بنتك جابت 17 من 20. 17 من 20؟ امالك بتقوليها بكل فخر كده ليه يا اختي؟ الثلاث درجات اللي باقيين دول راحوا فين؟ وايه اللي راحوا فين؟ ده ايه السؤال الغريب ده؟ يعني ما راحوا زي ما راحوا يا ماما. امتحان من 20 درجه، نقصت فيه ثلاث درجات، ايه المشكله يعني؟ لا لا لا، بصي بقى يا ماما، جو المحقق والمفتش كولومبو اللي انت فيهم ده ما يطلعوش عليها دلوقتي. ايوه، مش كده اصلا بروح اخد دروس في الصيام ده وانا مش قادره؟ اصلا رمضان ده معمول للعباده والصلاه والمسلسلات مش المذاكره. ده ايه ده؟ انا اصلا جاي تعبان ومش قادره وهخش انام. دي ايه؟ دي ايه يا اختي؟ ايه يا ماما في ايه؟ بقول لك هنام، وانا قلت حاجه غلط ولا ايه؟ هنام كده. نمت عليكي حاجه يا اختي؟ ما انت لو بتذاكري كويس وما بتناميش النوم اللي انت بتناميه ده، ما كنتش نقصتي الثلاث درجات اللي انت نقصتيهم دول. لكن ازاي؟ انت بنت، انا مش عاوز اتعصب، سيبي التليفون اللي في ايدك ده وخش غير هدومي كده ويلا عشان هتذاكري. هو في ايه يا ماما؟ حد قال لك ان انا كنت جاي من دريم بارك ولا من نايت كلاب ولا حاجه ومقضيها هزار ومريحه وكده، وهاجي بقى المفروض ابدا اذاكر وكده؟ في ايه يا ماما؟ انا كنت جاي من الدروس على فكره، وفي الصيام فرهده، عايز اريح شويه اخش انام، وبعد الفطار ابقى اذاكر. هو ايه اللي بعد الفطار؟ مفيش حاجه اسمها بعد الفطار، هو دلوقتي يعني دلوقتي، بطلي دلع يا اختي. طب استني بس يا ماما، اهدي بس كده، اهدي وانا افهمك كده. هو انا مش كنت في الدروس بره وفي عز الشمس دي وفي الصيام كمان؟ يعني مش قادر، يعني المفروض اريح جسمي شويه عشان ابقى مركزه، صح ولا مش صح؟ فاحنا الصح ايه بقى؟ ان انا اخش دلوقتي اريح جسمي وبعد الفطار اركز وابدا اذاكر. ماشي، مشكلتك في الراحه يعني؟ ماشي، خش ريح لك شويه بعد كده ابدا. ما هو الشويه دول قد ايه يا ماما؟ كمان ساعه ساعتين اقل حاجه، يبقى كده خلاص المغرب هيكون قرب ياذن. يبقى ياذن واروح افطر وبعد الفطار اركز وابدا اذاكر. اظن كده الرساله وصلت، صح ولا مش صح؟ عشان انا مش قادره وعاوز انام. والله افطر يا سلام. اه طبعا وصلت يا حبيبتي، وصلت طبعا. طب وانا قلت هتخشي تبداي دلوقتي. اظن كده الرساله وصلت. اه طبعا وصل يا ماما، انت مش شايفه السرعه اللي وصل فيها؟ تسلم ايدك يا ست الكل. ده انا حتى هخش اذاكر اهو دلوقتي، هخش اذاكر اهو. بس قبل ما اقوم اخش اذاكر بقى، ما تنسوش اللي لسه عملش لايك للفيديو يلا يعمل لايك، واللي لسه عملش اشتراك عندنا في القناه يعمل اشتراك. احنا خلاص قربنا نوصل 300,000 اهو. وبالنسبه للناس اللي بتكلمنا على لينك الانستجرام، هتلاقوا اللينك محطوط في اول كومنت بالفيديو. عايزه كل الناس تخش هناك عشان خاطر احنا هناك بننزل مواعيد الفيديوهات وبنعمل لايك هناك، واي حد بيرد علينا بنكلمه هناك على طول. طيب بالنسبه للناس اللي كلمتنا على قناه اليوتيوب الثانيه اسمها باسم وتاكا تيك توك، دي هننزل عليها اربع فيديوهات في الاسبوع، فيديوهات قصيره، الفيديوهات بتاعت التيك توك. قبل ما تنزل على التيك توك هتنزل عليها، هتلاقوا اللينك بتاع القناه في اول كومنت برضو مع لينك الانستجرام. خش على اول كومنت في الفيديو دلوقتي هتلاقوا لينك الانستجرام الاولاني ولينك القناه بتاعت اليوتيوب الثانيه. عايزين كل جمهوريه اوتاكا تروح هناك. يلا بقى هقوم اذاكر انا بسرعه قبل ما جعفر تقفشنا، وانتوا روحوا يلا اعملوا اشتراك على القناه الثانيه. بحبكم. بقول لك يا ام كرش، يا نهارك اسود، انت لسه ما ذاكرتيش؟ اهدي اهدي بس يا ماما، انا عاوزاكي هاديه كده من غير تعصب. بصي الموضوع سهل، انا جيت اذاكر يا ماما لقيت نفسي مش عارف اركز، فاحنا ايه، فاحنا خلينا بعد الفطار عشان افطر وابقى مركزه. اقول لك على حاجه وانا موافقه، بس بما ان بعد انت مش هتذاكر وكده، انا هنزل السوق اجيب شويه طلبات، حاجات للبيت هنا محتاجينها. ارجع من السوق الاقي المواعين بتاعت الشقه كلها اتغسلت، الصاله كلها اتغسلت، الاقي الستاير نزلت واتنضفت، والسجاد كله اتلم واتغسل، والانتريه والحمام. ايه ايه يا ماما، ايه اللي انت بتقولي ده؟ ده هقوم اعملهم ازاي؟ انت مش شايفه ولا ايه يا ماما؟ ده انا ورايا كميه مذاكره مش عارفه الحق اخلصها ازاي. لا اله الا الله، ادعي لي يا ماما بعد ما اخلصها، ادعي لي. وحياه امك، اول لما جبت سيره الترويق افتكرت ان عليك مذاكره، كنت فاقده الذاكره ورجعتيها دلوقتي. ماشي، ما تجيش جنب الحاجه، سيبيها انا لما ارجع اعملها، بس نفسي بس ارجع كده بالصدفه الاقيكي ما بتذاكريش، شوف هعمل فيك ايه. يلا انا نازله. لا سيب ايه يا ماما، تلاقيش، روحي انت يا ماما، انا قاعده اهو، انا قاعده اهو، انا قاعده. يا رب بس ما اكونش ناسي حاجه. بس مش عارفه ليه قلبي مش مطمن، حاسه ان البنت دي بتكذب عليا، بتحور عليا، عملت الحوار ده كله عشان ما تقومش تروق الشقه. طب وبعدين اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ بس جات لي فكره، والله هعرف. وبيك اسود معايا ام كرش. ماشي. طيب يا ام كرش انا نازله، انت عاوزه حاجه؟ يلا سلام. انت يومك اسود. ونزلت، 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 التليفون، التليفون فين؟ ايوه. بقول لكم يا بنات، امي نزلت، يلا بينا نلعب بابجي. بقول لكم ايه، ده احنا هنخربها النهارده بابجي، هنخربها. انت الجزمه بابجي بتخربيها؟ والله انا كنت حاسه.
والله انا كنت حاسه انت من كده. قال له يا امي هذاكر ده انا ورايا مذاكره قد كده. ماشي اصبر عليا اصبر عليا والله لو وريكي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في تيم نزل معانا خلي بالكوا ده تيم كامل، حد يلحق يجيب اي سلاح بقى عشان نموتهم او قنبله وترميها عليهم كلهم ويموتوا مره واحده. ايوه والله صح او قنبله. لا نهار اسود هي ما اسودت مره واحده كده ليه؟ ماما ازيك يا ماما؟ انت هنا من امتى حبيبتي؟ بنت حلال والله كنت لسه بقول لهم يلا بقى يا جماعه ورانا مذاكره كتير عايزين نلحق نلمها. ادي بس يا ماما انا عايزاك هادي كده الموضوع مش محتاج عصبيه. ادي التليفون اهو احنا مش عايزينه وادي الكتاب اهو ونرجع نذاكر تاني من الاول وجديد. اه طبعا ما هي سهله اهي. وماما ايه بس؟ ده انت اللي ماما ده انت يومك اسود. اه لا ما هو واضح واضح فعلا هي سهله هي كده مش سهله خالص دي كده صعبه. ماما ماما اهدي اهدي بس افهمك والله هنط من الشباك اهدي بس افهمك. لا ما احنا هنتفاهم اهو بص الموضوع بهدوء وهيخلص بسرعه تعالي لي. ايه ده؟ هي البنت كل ده في الحمام؟ بتعمل ايه كل ده؟ ايه هتنام جوه في الحمام ولا ايه؟ البنت دي اصلا معصراني انت بات؟ هتبات جوه ولا ايه؟ انت بات؟ يلا كل ده في الحمام ايه؟ هتباتي جوه ولا ايه؟ يلا في مذاكره. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ يلا وعليا التم التم وقفلي بس الحمام عشان ترتاحي يا ماما. يعني انا في الحمام يا ماما يعني اخد معايا الكتاب وانا جوه في الحمام يعني هخلص وهطلع اذاكر. انت بتقولي فيها المفروض يا اختي وانت رايحه في اي مكان في الشقه تاخدي معاكي الكتاب تذاكري فيه حتى لو الحمام. لكن هقول ايه الناس خدت اساسه حد ولا خدت ما ردتش على حد. نفس الكلمتين بتوع كل مره حافظاهم يا ماما. ماشي الله يخرب بيت سنه معايا انا غلطانه ولا خدتها اساسا. بتعملي ايه يا بت؟ هكون بعمل ايه مثلا يعني بلعب مثلا ببجي على الكتاب بذاكر اهو. كتاب ده ولا مش كتاب يا ماما؟ ها كتاب ولا مش كتاب؟ ايوه كده ركزي ها ركزي عشان ربنا يكرمك كده. والله يا ماما انا بحاول اركز اهو بس كل ما اجي اركز عارفه انت في حاجه كده زي افكار مفككه عايزه ترتبط ببعضها عارفه فهماني انت يا ماما؟ اه طب ما الموضوع ده سهل وحله عندي انا اقول لك تربطيهم ازاي؟ تربطيهم كده. ايوه هو ده القرار اللي انا كنت مستناه ماما. خلاص كده المعلومات كده تقريبا ارتبطت ببعضها خلاص ممكن بقى تطلعي ماما عشان اكمل مذاكرتي. تسلم ايدك يا ست الكل. اي خدمه يا حبيبه قلبي انت تامريني انت بس اي معلومه هتلاقيها تفك منك ولا حاجه انبيها عليا بس وانا اعرف اربطها لك حلو كتكميله. ذاكري يا اختي ذاكري. ايه يا حاجه مالك ما فيك ضربي في البنت ما تلاقيها تعبت يعني من كتر المذاكره برضه وعايزه تريح. قول لها يا بابا حاجه دي مش رحماني دي في الرايحه والجايه شغاله تضربني بالشبشب وعلى ايه في الاخر مش فاهمه يعني فاكره انا هطلع لها دكتوره ولا حاجه. طب ما حلو ده يا بنت ما تطلعي دكتوره بس دكتور التجميل. مش معنى يعني يا بابا دكتور التجميل عشان اول عمليه هتعملها لي تعمليها على جعفر تغيري لي شكلها. اه وعايزه شبه مين بقى يا بابا؟ انا اقول لك شبه مين يا حاج؟ شبه ام مريم. شوفي شوفي اللي فاهمني دايما نفس الدماغ تربيتي تربيتي الجامده يا جامده. ايه ايه مالكوا في احنا في شهر رمضان انتوا نسيتوا ولا ايه؟ رمضان كريم عليكم ولا هو انتوا الشياطين واحنا بني ادمين ولا في ايه بالظبط؟ هو انتوا ما تعرفوش ان احنا في شهر رمضان وكده ولا ايه؟ هو في ايه بالظبط؟ بقول لك يا حاج البس جعفر جايه يا بتاع الجامده. اه وانا اصلا لسه نايم زي ما انا ما قمتش اصلا. يا انداز انا ما شفتش اوطى منكم في حياتي قبل كده. انت بتنت الغي موضوع الدكاتره احنا مش عايزين تطلع دكتوره. مالها الهندسه؟ خش هندسه وتطلع مهندسه يا حبيبي. ايوه حبيبتي جاي لك اهو. الغي بنت الغي والله يا حبيبتي دلوقتي. ها وانت نمت اول لما سمعت صوتها بس عملت نفسك عبيط. لا بقى انا مش مذاكره بقى انا اصلا مش عارف اركز انا هذاكر بعد الفطار. بقول لك ايه يا ماما؟ بقول لك يا حاج اعمل لك كوبايه قهوه ولا شاي؟ ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ انت قاعد عندك بتعمل ايه؟ هو مش احنا اتفقنا ان انت بعد الفطار هتذاكري؟ ايه بقى؟ ايه اللي معادك عندي بقى؟ فين المذاكره اللي بعد الفطار؟ هي دي المذاكره اللي بعد الفطار مسلسلات؟ يا ماما اصل المسلسل ده حلو قوي. بصي بصي هوعدك بوعد المسلسل ده يخلص واخش اذاكر على طول هي ساعه واحده بس. اه ده احنا مش هنخلص بقى. ماشي المسلسل ده بس لما اشوف اخرتها معاك ايه؟ اديني بعمل لك اللي انت عاوزاه اهو لما اشوف هتعملي ايه في الاخر. انا داخل اعمل لك كوبايه قهوه يا حاج. ها الحمد لله المسلسل خلص اهو يلا بقى نقوم نشوف مذاكرتنا. ايه اه يا ماما اه طبعا يا ماما اخش اذاكر دلوقتي بس بصي ملوك الجدعانه هيبدا دلوقتي اتفرج عليه هو كمان واخش اذاكر بجد. اه لا ده انت بتهزري بقى. اه طب انت الاحترام مش نافع معاكي يبقى ايه قله الادب بقى اللي هتنفع. طب انت هتقومي ولا؟ يا ماما المسلسل ده بس يا ماما عشان بحب قوي. قول لها يا بابا حاجه هو المسلسل ده بس واخش على طول. خلاص يا حاجه بقى سيبيها ما جاتش على المسلسل ده خليها تتفرج عليها حاجه عشان خاطر عشان ما يبقاش عندها اي حاجه تاني يبقى كده انت عملت اللي عليكي وزياده.
ماشي يا حاج، عشان خاطرك انت بس يا حاج مش اكتر. لما نشوف اخرتها ايه. ها خلاص كده يا مساهل، هنقوم بقى نسل الاغراض بقى يا ماما. خليكي جدع، هيبدا اهو، اخلصه واخش اذاكر على طول. نعم، عايز اتفرج على نسل الاغراض؟ اه طبعا، حقك حقك. بصي انت من حقك ان انت تحترضي، اه انت من حقك، وانا من حقي ان انا ما اقبلش اعتراضك اساسا. فانا حاجه افرجك على نسل الاغراض 3D. لا وعلى ايه؟ زي ما انت يا ست الكل، انا داخله بقى اشوف مذاكرتي، داخله اشوف مذاكرتي. كل حاجه مذاكره ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ماما هو انت عامله خلاصه؟ اه يا بنت عامله عندك صينيه شميتيها يا قرده، عملتها قبل الفطار. اوف يا لهوي يا ماما، هو ده عايز كلام يا ماما؟ دي جامده جامده، ايه الجمال ده؟ لا ثواني بقى، ده انا هاخد طبق واجي جنبك بقى. بس انا كده لقيت الحجه اللي هعرف اقعد اتفرج بيها على المسلسل بره. قشطه. يا لهوي يا ماما على الجمال، ايه الكنافه الجامده دي يا ماما؟ اه يا بنت الكدابه. بص بقى يا ماما، عشان هي طلعت جامده بصراحه، فانا مش عايز اكلها كده بسرعه، فانا هاكلها براحتي واستمتع بيها. عقبال لما اخلصها هيكون مسلسل مثل الاغراب خلص، اخلصه واخش اذاكر بقى بجد. ماشي، عشان عجبتك بس. شايف؟ شايف عجبتها ازاي؟ مش انت؟ عجبتها هي دي اللي عجبتها، احنا هنحور يا حاجه، دي بتضحك عليك عشان تقعد تتفرج على المسلسل بس. بتجاملني؟ خليك انت كده، ما بيعجبكش حاجه بقى ابدا. انت بسمع كده تاني، اسمع كده في ودنك، انت يا بنت يا ام كرش حلوه ولا مش حلوه؟ ايه؟ اه يا ماما دي جميله جدا، دي خطيره، ده انا حتى بفكر اخلص الطبق ده يا ماما واخش اجيب طبق غيره كمان. اه اخش اجيب طبق غيره. سامحني يا رب على الكذب اللي انا بقوله ده، بس اعمل ايه؟ عايز اتفرج على مسلسل. اهو خلص، اهو خلص كده المسلسل، وطبق الحلويات اللي فيه دي خلص، ولا احنا هنقضيها طول اليوم بقى نتفرج على مسلسلات؟ ما المسلسلات مش هتخلص، ولا احنا مش هنذاكر النهارده؟ المداح، المداح بدا اهو يا ماما، اخلصه واخش اشوف مذاكرتي بقى. اه المداح، اه ما انا اللي غلطان، انت ما عليكيش غلط في حاجه، انا مش عاوزاك تقول لي يا حاج عشان خاطري خالص، انت سامعني؟ ده انا هجمدح عليكي دلوقتي لو ما قمتيش. ايه؟ ده انا بقول لك يا ماما، اه المسلسل ده بالذات بقى بيتعاد عادي، يعني ممكن اتفرج عليه في اي وقت تاني، مفيش مشكله، خليكي قاعده زي ما انت يا ست الكل. امسكها يا بابا، امسكها. بقول لك يا ام كرش، يا نهارك اسود، هادي المذاكره بتاعتك؟ نعملي؟ طب اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ ده انا تعبت من كتر ابو ضرايب بالشبشب. قومي لي يا ام كرش. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ مين اللي مات؟ في ايه؟ في اخرك جاي ياخدك. ايه اللي انت عاملاه ده؟ هو ده المذاكره اللي انت قايلين عليها؟ انت بتذاكري ولا بتنامي ولا بتعملي ايه؟ نايمه؟ نايمه ايه بس يا ماما؟ دايما فهماني كده غلط يا ست الكل، ده انا كنت بجمع المعلومات بس وانا نايمه، بس هي زي المعلومات كانت كتير فمحتاجه وقت اكتر في النوم وكده، فعشان كده بقى يا ست الكل انا لقيت حل احسن من كده، هو الوقت اتاخر، فانا هلم الليله دي وانام وكده، حتى اخد اكبر قدر من الوقت اللي انا ايه اجمع فيه معلومات اكتر، انام لي 8 ساعات 10 ساعات كده يعني يا ست الكل. وبكره ان شاء الله اول لما اصحى اكون جمعت المعلومات وابدا اذاكر بقى. اه يعني انت تروحي الدرس الصبح وتجيلي قبل الفطار؟ بصي يا ماما انا دلخه وتعبانه ومش قادره، فانا هنام وبعد الفطار اذاكر. اقول لك ماشي، يجي الفطار يخلص تقولي لي طب بصي يا ماما انا هتفرج على المسلسل ده والمسلسل ده بعد كده ابدا المذاكره. اقول لك ماشي، يخلص المسلسل ده والمسلسل ده وما تذاكريش. طب بصي يا ماما انا هاكل طبق الكنافه ده وبعد كده ابدا اذاكر على طول. تاكلي طبق الكنافه ولسه برده قاعده. طب بصي يا ماما انا داخله اذاكر، اخش الاقيكي نايمه تقولي لي ايه تعبانه ومش قادره والوقت اتاخر، هنام واصحى بكره ان شاء الله اذاكر، وهكذا كل يوم. ايه بقى ناويه تذاكري امتى؟ عيب عليك يا ماما، اوعدك بكره ان شاء الله اول لما اقوم من النوم تكوني المعلومات اتجمعت وابدا اذاكر بقى. فايه، فتصبحي على خير بقى يا ست الكل، وخدي شبشبك معاك اهو، تسلم ايدك والله. اقفلي النور بقى بعد اذنك يا ماما، والباب والنبي عشان انام كويس. اه عايزانا اقفل لك الباب واقفل لك النور وتبداي مذاكره من بكره ان شاء الله. يا سلام، عيني يا حبيبتي عيني، بس انا عندي حاجه صغيره كده عايز اعملها معاكي قبل ما تنامي، حاجه بسيطه يعني. ايه ده؟ في ايه؟ ماما انت تعمل ايه؟ اهدي بس، اهدي يا ماما. لا انا قلت لك يا ماما تقفلي النور وتقفلي الباب، بس انت تطلعي يعني انا اللي هنام لوحدي هنا. ماما انت هتعملي ايه؟ اهدي بس افهمك يا بابا، الحقني يا بابا. صوتي حلو. ايه حصل؟ في ايه يا حاج؟ انا وبنتك بنتفاهم في موضوع، انت اللي دخلك، مالكش انت دعوه يا حاج بعد اذنك، اطلع انت بره. وانت بقى تعالي لي، ده انت يومك اسود معايا النهارده. نهار ابيض يا رب. خلاص خلاص يا حاجه، كفايه كده عليها يا حاجه، هتموتي البنت في ايدك يا حاجه. كل ده مش عشان المذاكره، ما تقصدي يا حاجه في المذاكره، اهم حاجه صحتها. سيبك يا بنت ما تذاكريش تاني. اه قول لها يا بابا دي هتموتني. اهو شفتي؟ شفتي بابا خايف عليا ازاي؟ خايف على صحتي اهم من المذاكره. ليه بقى؟ عشان هو عارف ان المذاكره دي هتدمر نفسيتي. ربنا يخليك لنا يا حاج، قول لها بقى تبعد عني، قول لها وحياه امك. لا اركني لي انت دلوقتي على جنب. ويعني ايه يا حاج البنت ما تذاكرش ان شاء الله؟ انت عايز تخلي لي البنت فاشله ولا ايه؟ طيب حاضر، اديني سبت لك البنت اهو، تعالى لي انت بقى يا حاج.
ايه ده في ايه؟ اهدي بس كده يا حاجه، انا مال انا عندك بنت جايه كش تموتيها، انا مال انا مال. ايه ده في ايه اللي جابك هنا؟ انا مال انا. تعال هنا يا حاج وانا هسيبك، هتروح مني فين؟ يا عيني ده جعفر هتاكل بابا، ربنا يكون في عونك بابا، وما اكيد مش هاجي احوش عنك يعني، انتوا كبار بقى تعاملوا مع بعض، وانا هنام انا بقى عشان الحق اجمع المعلومات. تصبحوا على خير.